هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أحد قرابتي في غيبوبة لإصابته في السرطان في المخ، عافانا الله وإياكم. يقول: أصبح المخ لا يعمل وعليه أجهزة تعينه على التنفس. سؤاله يقول: الأطباء يقولون الآن إنه لن يستيقظ، فهل يجوز؟ إنه لن يستيقظ. لن يستيقظ، نعم. لن يستيقظ، نعم. فهل يجوز إيقاف هذه الأجهزة قبل أن ينطفئ وأن يقف القلب بنفسه؟ والله هذا إذا كان ما يرجى حياته، هذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا يؤس من حياته وصارت حياته على هذه الأجهزة، ولو رفعت مات، والأجهزة يحتاجها أناس آخرون، قالوا ترفع عنه الأجهزة إذا قرر الأطباء هذا، نعم، لأن أصبح بقاها عليه ما له منها فائدة، نعم.